السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، حياكم الله جميعا. اليوم هو يوم 15 مارس 2024، الموافق لليوم الخامس من رمضان. إخواني، هناك عدة نقاط وعدة ملاحظات تخلينا نعرف مدى قوة الخلايا تاعنا من غير ما نفتح عليهم. من بين هذه النقاط إخواني هو أنك تشوف في فتحة الصروح تشوف النحل هل راه يدخل في زاويه واحده فقط من الفتحه، من فتحه الصروح، ولا راه يدخل في الفتحه كامل. للتوضيح اكثر، مثلا الخليه هذه رانا نشوفوا ان النحل تاعنا راه يدخل في هذه الزاويه فقط دون ان يدخل هنا في وسط الفتحه ولا في هذه الجهه. هذا يعني ان النحل تاعنا على الاقل راه متمركز في هذه الجهه هنايا، وبالتالي يكون ممكن على 4 إطارات، على 5 كحد أقصى نقوله. كذلك نجي نشوفه هنايا، نفس الشيء النحل تاعنا راه يدخل في هذه الجهة فقط. غالب الأمر الجهة هذه تكون مغلوقة بالبروبوليس، بسمغ النحل يعني بالبروبوليس تكون مغلوقة، والنحل يكون يدخل غير منا، لذلك فهو غالب الأمر يكون في هذه الجهة على 4-5 إطارات كحد أقصى. مثلا هنايا النحل راه يدخل في الوسط وراه يدخل في الجانبين مع بعض. خلينا نشوفوا صروح النحل. ايوا كيما رانا نشوفوا النحل يدخل في كل المدخل هنا، يعني انه الخليه تاعنا هذه راهي اقل تقدير تكون على 8 اطارات، يعني راهي خليه قويه بحاجه الى انك اما تضيف لها الاساسات او الاطارات المبنيه او حتى تعطي لها العاسله ولماله. فوالا، يعني هناك عدة نقاط نلاحظهم، ولكن أنا ركزت لكم فقط على الدخول وخروج النحل في فتحة الصروح. المهم، بارك الله فيكم إخواني الكرام، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.